السلام عليكم معكم دلاتي من منظمة نصر اي سبورتز. اليوم راح نتكلم عن لعبة اي او في اللي متوفرة حاليا على الاب ستور والجوجل بلاي ستور طبعا موضوعنا اليوم راح نتكلم عن كيف تفوز فايت مع فريقك اللي هو التيم فايت اللي هو خمسة ضد خمسة وتحول افضلية الفايت لصالح فريقك على سبيل المثال لو انت في الدراجون لين او المسار السفلي لازم تركز دمجك وقدراتك كلها على اللي يسوي دمج وتحاول تستبعده عن الفايت لانه لو ما ركزت عليه راح يقدر انه يسوي يسوي دمج عالي جدا على تيمك ويخلص الفايت لصالح فريقه بعد ما تستبعد طبعا اللي يسوي اكثر دمج تقدر تغير تركيزك على ثاني اهم دمج اللي هو شخصيه مسار الوسط او الجنجل لو كان يلعب شخصيه دمجها عالي مثلا في شخصيه في الجنجل اسمها باترفلاي طبعا هذا اساسا ودمجها مره عالي ولو نجحت في الخطه فاللي يتبقى من فريق انمي تيم اللي هو حيكون مثلا السبورت والتوب لينر لان طبعا بيكونون تانكس وعندهم هيلث كثير فما بيكون عندهم دمج اكثر من دامج البوتلين اللي هو المسار السفلي حق ثيمك فطبعا انت قضيت على اللي يسوي اعلى دمج فما باقي غير انكم تضربوا مع اخر اثنين او اخر ثلاثه من فريق الانمي تيم وطبعا وصلنا لنهايه الفيديو وكالعاده اتمنى اني يكون فتكم واشوفكم في مقطع ثاني